يا هلا وسهلا فيكم من جديد. هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر، وهذا الرقم الخاص بنقطة نظام. التقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية أمس الخميس بمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الأستاذ أحمد روزي ورؤساء أندية المنطقة في الاجتماع الذي أقيم تحت شعار رياضتنا بهمتنا بحضور عدد من مسؤولي المنطقة. ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم القيادة لأندية الوطن وأندية المنطقة بمتابعة من أمير المنطقة ومن وزير الرياضة، مؤكدا حرصه على كل ما يسهم في تطور أندية المنطقة ووصولها لمستويات متقدمة في مختلف المنافسات، ثم ناقش عددا من الموضوعات التي تهتم أو تهم أندية المنطقة وآليات تطويرها وسط مشاركة رؤساء أندية المنطقة الذين استعرضوا جانبا من البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية ومداخلات من المسؤولين المشاركين في الاجتماع، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات وسبل معالجتها.